انهمرت قطرات المطر ضاربة موعدا مع الأرض المشتاقة حتى نهاية الإجازة الأسبوعية المقبلة كما تشير التنبؤات الجوية. ففي ولايات محافظة شمال الباطنة هطلت أمطار متوسطة على ولاية شناص وبين المتوسطة والخفيفة على ولايات صحار وصحم ولوى والخابورة والسويق، وأمطار خفيفة على محافظة جنوب الباطنة. وفي الوقت ذاته كانت مزن المطر تغطي محافظة البريمي بأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في كل من ولايات البريمي وسنينة والحضر. أما ولايات محافظات مسندم وشمال الشرقية والظاهرة فشهدت أمطارا خفيفة، كما شهدت عدد من ولايات محافظة مسقط هطول أمطار بين المتوسطة والخفيفة. وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومتابعة النشرات الجوية، كما تهيب بالصيادين ومرتدي البحر التأكد من حالة الطقس قبل ارتياد البحر حتى زوال الحالة الجوية.